اوكي اطباء، ان شاء الله نكمل الجزء الثاني من المحاضره ونتكلم عن الفيجوال فيلد ديفكتس. طبعا قبل ما نتكلم عن الفيجوال فيلد ديفكتس بالتفصيل لازم نعرف كم شغله اساسيه. اول شيء بنحكي عن الفيجوال فيلد، انا ببساطه اقصد انه اني توتال اريا ذات كان بي سين، انت ايش قد تقدر تشوف، هذا الفيجوال فيلد مالتك. اوكي، من اقول فيجوال فيلد ديفكتس يعني اكو منطقه معينه انا ما اشوفها. اوكي، يا اما حسب مكان الليجر راح يتحدد هاي المنطقه. قبل ما اعرف تفاصيل الفيجوال فيلد تشوفون هذا حتى تفهمون، تشوفون هذا قد عندنا قصص عندنا هوايه حكي عن الفيجوال فيلد ديفكت. فبالتالي انت بالضروري مو شرط تحفظ كل واحدة وشنو القصه وبالضبط، بس تفتهم تتخيل باث واي شلون يمشي انت تقدر تفسر هوايه امور. فبالتالي خلينا نبدا نشرح على هذا اللي قدامنا. اول شيء احنا اتفقنا على شيء مبدئي، قلنا احنا الصوره دائما بالعكس، يعني شنو؟ يعني هذا اللي يجي من هنا راح يجيني بهذا الاتجاه، وهذا اللي يجي هنا يجيني بهذا الاتجاه. هذا الشيء احنا نتصور اتفقنا عليه وما عندنا اي مشكله به. هاي النقطه الاولى اللي اريد نعرفها ونحتاج نفهمها. طيب خلينا نيجي نرسمها احنا ونفتهم ايش دي يصير بالضبط عندي. لاحظوا هنا انا عندي هذه صوره معينه دا اشوفها، وهذه صوره معينه دا اشوفها، وعندي هنا الاي بالمقابل، هاي البيكتشر اللي دا اشوفها، وهذه عندي الاي، وهذه اي ايضا. هاي طبعا خلي اقول هذا رايت سايد، هذه عندي ليفت سايد. هذا الشيء احنا كلنا متفقين عليه. من اجي هاي الصوره نفترض بيها هكذا جزء راح الونه بالاحمر، اوكي، ونقطه، وهذا الجزء ايضا راح الونه بالاحمر، وجزء ثاني راح اعوفه طبعا راح الونه بالازرق حتى بعد يكون اوضح. اوكي، هذا الجزء الثاني. احنا اتفقنا انه الصوره بالاساس معكوسه، يعني هذا الجزء الازرق راح يجيني هنا، صح لو لا؟ هذا الموجود تيمبورال راح يجيني نيزل، اوكي؟ هذا نيزل بارت، واضح اتصور. بالمقابل وهنا تيمبورال، بالمقابل نفس الشيء، الجزء التيمبورال راح يجيني نيزل، هذا الشيء اتفقنا عليه. اما الحاله الثانيه فالجزء الموجود نيزل راح يجيني تيمبورال، الجزء الموجود نيزل راح يجيني تيمبورال، هذا الشيء ايضا احنا اتفقنا عليه. هسه الصوره كلش واضح، احنا بدنا نحكي هنا بمستوى الرتنة، اتصور متفقين على هذا الشيء. وراها طبعا هذا الجزء راح يمشي، وهذا الجزء ايضا راح يمشي، ويا طبعا الجزء الثاني ايضا هذا راح يمشي هنا من الاي عن طريق الاوبتيك نير، اتصور هنا كلش متفقين ما عندنا اي اشكال. هنا تيجي النقطه اللي لازم اعرفها، اعرف انه الجزء اللي دا يمشي نيزلي اللي هو بالاساس دا ينقل صوره التيمبرال، هو الجزء اللي راح يصير بي ديكوسيشن، الجزء اللي راح يعبر على الطرف الثاني، يعني هذا اكو جزء من عنده راح يعبر هنا، واكو جزء من عنده راح يعبر هنا. اما الجزء اللي دا يمشي تيمبورال اللي هو اصلا دا يعكس الصوره مال نيزل اللي شفناها، يعني بين قوسين هو هذا الاحمر، اوكي، اللي دا يمشي تيمبورال هذا الجزء ما راح يعبر بالجهه الثانيه، راح يكمل بهاي الجهه وراح يكمل بهاي الجهه. واضحة هاي البوينت؟ عندنا مشكلة لو اوكي بيها اللي حد هنا. انا هاي النقطة الأولى اريد نفتهمها. طيب هنا انا اسأل سؤال واريد واحد يجاوبني، اللون الأسود هو يعتبر عندي ديفكت. افترض هنا انا صار عندي ديفكت، لاحظوا صار عندي هنا هذا الليجن هنا صار، ايش راح يجيني البيشنتس بالتحديد؟ ايش راح يجيني عنده كومبلين؟ منو يقدر يقول لي؟ اي واحد يقول لي عنده فد كذا شيء، من هنا صار عندي ديفكت، ايش راح يشوف؟ يجيني البيشنت، شنو ما راح يشوف بالتحديد؟ لاحظوا هنا انا من هنا يصير عندي ديفكت بهاي النقطه، معناها الرايت سايد كل شيء ما راح يشوف بيها، النيزل صار بيأثر، هذا الجزء افكتد وهذا الجزء افكتد. فراح يجيني الرايت اي ما يشوف بيها توتالي، ما عنده اي شيء، اسميها رايت انوبيا، يعني الاي الثاني الاي اليمنى كلها ما راح يشوف بيها، هاي الجزئين صار بيها ديفكتيف. فبالتالي واضحه هاي النقطه عندنا مشكله بيها؟ لو اوكي تمام متفقين عليها؟ طيب افترض هنا نلاحظه، افترض هنا صار عندي الديفكت، اريد واحد يقول لي البيشنت صح شنو ما راح يشوف؟ بالضبط بالضبط، عاشت ايدكم.
هاي حالات من عندي دامج اور كومبريشن على الاوبتيك كياز. اوكي حالات بتويتر ادينوما كرينيو فرانجوما راح يجيني البيشنت ببساطه الازرق انضرب، يعني هذا ما راح يشوف هنا، يعني بين قوسين هاي التمبرال ما راح يشوفه، يجيني البيشنت الفيجن مالته بالضبط بهاي الطريقه، هاي ما يشوف بيها ابد بس يشوف، فنسميها باي تمبرال، باي تمبرال هيمي انوبيا. ليش؟ لان عنده نص فيجن مو انوبيا كومبليت فيجن، هيمي وباي تمبرال، لان باي تمبرال يعني التمبرال ما يشوفه، فاقول عنها باي تمبرال هيمي انوبيا. واضحة هاي البوينت؟ عندنا مشكلة، اوكي متفقين عليها. زين خلي اكمل واشوف اسألكم سؤال بعد، خلي امسح هذه حتى ارجع الصورة على الترتيب اللي كان موجود. زين انا افتهمت هاي القصة، خلي اكمل الرسم مالتي، وهذا الجزء الازرق كمل عندي هنا، وهذا الجزء الازرق كمل هنا، وارد اسأل سؤال هنا واحد شاطر يفكر ويجاوبني. البيشنت اذا صار عنده ليجن هنا ايش راح يشوف؟ وشنو ما راح يشوف؟ أو شنو ما راح يشوف؟ بالضبط راح أجي أشوف هذا الأحمر ما راح يشوف، يعني هذا البارت ما راح يشوفه صح لو لا، وهذا الأزرق اللي صار بي كروسنج هنا ما راح يشوفه. بهالحالة طبعا باعتبار اثنيناتهم بنفس الوقت، لاحظوا هاي الحالة ايش راح يصير عندهم؟ طبعا هذه يصير عندهم ليفت لو رايت، اقول عنها اريد واحد يجاوبني شاطر يقول لي هذه ليفت لو رايت. بالضبط انا دائما الجهة اللي ما يشوف بيها الاتجاه اللي ما يشوف بيه احكم عليه، فاقول عنه هذا ليفت، ما من اقول ليفت اور رايت ما اقصد انه هي رايت اي افكتد لو ليفت اي افكتد، انما الجيز الافكتد، فالليفت هو من هنا ما راح يشوف. اوكي فهاي النقطة زين، هو نفس البارت يشوف له لا، حتى تكون واضحة عندكم لاحظوا هنا مرة ثانية حتى نثبتها وراح نرجع. لاحظوا هنا اللي احنا حكينا عنها بالصور حتى ستيب باي ستيب نجي ناخذها. أول شيء قلنا إذا كانت هاي المنطقة أفكتد، طبعا احنا بالعكس كنا نحكي على الرايت سايد، هو هنا ماخذ الليفت سايد، هنا إذا أفكتد ايش راح يجيني؟ رقم واحد يجيني أنوبيا أوف ذا ليفت آي، هذا الفيجن مالته، الرايت آي كل شيء ما بيها نورمال باث واي وكل هالأمور تمام وما عندنا مشكلة، بس الليفت اي كلها ما يشوف بها، فيصير اقول عنها انوبيا اوف ليفت اي، اتصور هنا متفقين عليها. عفوا رقم اثنين ما اريد ادوركم بها، نشوف نمبر 3 هنا شو يا اريا يكون افكتد بثلاثه، راح يجيني هذا البارت اللي موجود نيزل اللي هو ينقل شنو التمبرال، وهذا البارت اللي موجود نيزل اللي هو ينقل التمبرال مثل ما اتفقنا على هذا الشيء، اوكي؟ راح يكون افكتد، فايش راح اشوف البيشنت عنده باي تمبرال، لاحظوا هذا المصطلح. باي تمبرال كلمة هيترونيموس هيمي انوبيا، حتى افسرها الباي تمبرال اقصد تمبرال سايد ما يشوف بي، لاحظوا هذا اقصد بي هذا تمبرال وهذا تمبرال ما يشوف بي. طيب شنو معنى هيترونيموس هيمي انوبيا؟ هيترونيموس يعني لا ببساطة مو ما يشوف، من اقول هيترونيموس يعني عنده جزء ما يشوف بي رايت وجزء ما يشوف بي ليفت، يعني شنو ببساطة؟ بهاي الاي اللي داباو عليها الرايت سايد يا اريا ما دي يشوف هو رايت سايد ولا ليفت سايد بيها، هاي دا احكي عنها ما دي يشوف الرايت، الرايت هنا افكتد. زين اذا اجاباه على الليفت اي بيها عندي ليفت سايد ورايت سايد، يا اريا ما دي يشوفه هو هنا الليفت بالضبط، فباعتبار هي اكو وحده ما دي يشوف بيها الرايت واكو وحده ما دي يشوف بيها الليفت، فنسميه هيترونيموس. اوكي هيترونيموس اقصد بها انه هو مو مثلا بس عنده رايت جيز ما يشوف اور ليفت جيز ما يشوف، لا عنده من اقول هيترونيموس يعني اكو عين ما يشوف الرايت اكو عين ما يشوف الليفت. طيب شلون اميزها؟ اقول عندي باي تمبرال، فبالتالي انا عندي هذا التمبرال بارت ما يشوفه، فبالتالي حد الان عندنا مشكله. اوكي هاي البوينت بالنسبه لنا جيد، فاحنا انا طبعا هذا الليجن هو عباره عن اوبتيك نيرف ليجن، هذا الشيء حكيناه. نمبر 3 هذا عباره عن اوبتيك كياز ليجن، هذا الشيء ايضا حكيناه. يبقى طبعا رغم انه هذا اغلب الكتب ما تذكره وما تركز عليه بس اتس اوكي باعتبار موجود، هذا الجزء لاحظون اذا صار عندي ليجن هنا بنمبر 2 ياثر فقط على الاحمر هذا قدامه، ايش راح يشوف البيشن؟ شنو اللي ما راح يشوفه بالضبط؟
بالضبط. أنا عندي دا يجيني هذا temporal part اللي دا يمشي اللي دا ينقل لي النيزل. لاحظوا دا ينقل لي النيزل. فإحنا بالdescription دائما نستخدم الفيلد ديفكتس، ما استخدم الاي ديفكت. فمن اقول عندي الفيلد ديفكت اقول ليفت، ليش؟ لان عندي هاي بالليفت اي ديفكتد. زين شنو المدى يشوف البيشنت؟ النيزل تمبرال بارت، هذا الموجود تمبرال ده ينقل لي النيزل، فمدى يشوف هو النيزل، فاقول عنه ليفت نيزل. زين هو هيمي انوبيا لان بيشوف بالنص. فهاي النقطه لازم اخليها ببالي من اسوي ديسكربشن. عندي اسوي ديسكربشن على الفيجوال فيلد ديفكت، اجي اوصف الفيلد ديفكت. فأنا من هنا مثلا من اجي اسوي ديسكربشن ما ضوع على الليجن شنو هو وين وشنو القصه، دا اشوف انا عندي رايت اي كل شيء دا اشوف اوكي، بس الليفت سايد كل شيء ما ادري اشوف. فاقول عن عندي ليفت انوبيا اور انوبيا اوف ذا ليفت اي، ليش؟ لان ما دا اشوف اتول. وهذا الشيء مثل هاي الحاله اللي شفناها هنا اوكي. هاي النقطه الاولى. بالمقابل من اجي على رقم اثنين انا شنو ما دا اشوف؟ دا اشوف والله رايت كلش تمام، بس الليفت دا اشوف عندي النيزل ما دا اشوفه. فاقول عني ليفت نيزل هيمي انوبيا لان عندي نص فيجن اوكي. فهنا هاي النقطه اساسيه. كل ليجن هنا خلوها ببالكم، كل ليجن خلوها هنا البوينتس يكون ابروكسيمال للاوبتيك كياز، يكون هو عباره عن ابسيلاترال. يعني شنو هو؟ يعني انا من دا احكي الليجن هنا أنا بالليفت سايد دا اقول عندي انوبيا اوف ذا ليفت سايد، من دا احكي الليجن هنا أنا دا اقول عندي ليفت نيزل هيمي انوبيا، دا اقول دائما ليفت. لكن بالمقابل كل ليجن above the optic chaos يعني اصعد منه هنا يكون هو الديسكربشن contralateral. خلوها ببالكم هاي البوينت حتى ما تنسوها واكتبوها. كل ليجن above the optic chaos من اسوي الديسكربشن مالته اسوي له ديسكربشن ipsilateral. فاذا الليجن هنا هذا رقم واحد اقول عنه هذا ليفت فاقول ليفت انوبيا، اذا الليجن هنا هذا رايت فاقول عنه رايت انوبيا. نفس الشيء اذا الليجن هنا اقول هذا عندي النيزل بارت راح افقده فاقول عندي ليفت نيزل انوبيا، اذا الليجن هنا طبعا اقول عنده رايت نيزل انوبيا. اي ليجن ابوف ذا اوبتيك كياز اسوي له ديسكربشن بهاي الطريقه ابسيلاترال. من اصعد اكثر راح يصير عندي ديسكربشن كونترالاترال. اقول عن اذا الليجن بالليفت اقول عندي رايت، اذا الليجن بالرايت اقول عنه ليفت. وهسه راح نوضحها بعد اكثر، بس هاي البرنسبل كتبتوها خليتوها ببالكم. جيد. هنا نشرح اشوف راح اشوف رقم ثلاثه يمثل لي الاوبتيك كياز، يمثل لي ببساطه حالات البتوتري ادينوما، حالات الكرانيو فارنجيوما. فيصير عندي باي تمبرال هيمي انوبيا، وهذا الشيء حكينا مو مشكله. اعيد قلت انا اللي يفصل لي والحد الفاصل مالتي الاوبتيك كياز. اي ليجن ابوف ات يعني اي ليجن هنا وصاعد من اسوي ديسكربشن مالته اسوي ديسكربشن مالته ابسيلاترال. يعني عندي الليجن هنا بالليفت اي اقول عندي ليفت ليجن، وانا اجي افصل عندي ما دام البايلاترال يعني النيزل والتمبرال بارت افكتد فاقول عندي ليفت انوبيا. هنا بهالحاله لو كان الليجن هنا اقول عنه رايت انوبيا، اقول نفس المكان مال الليجن. نفس الشيء طبعا هذا الليفت اي وهاي رايت اي حتى تكون واضحه اوكي. بالمقابل من اجي هنا على رقم اثنين دا اشوف فقط اول شيء هي بروكسيمال للاوبتيك كياز، ودا اشوف فقط التمبرال بارت افكتد اللي دا ينقل لي من هو. قلنا دائما انا الصوره معكوسه دا ينقل لي النيزل، فهو ما دام بالليفت سايد اقول بروكسيمال للاوبتيك كياز اقول عنه ليفت. طيب ايش راح يكون عندي؟ هو التمبرال، لكن الان دا اسوي فيجوال فيلد ديسكربشن، ما دا اسوي ليجن ديسكربشن، فاقول عنه ليفت. منو ما دا اشوف؟ عن التمبرال اللي البارت الليجن بالتمبرال بارت، لكن اللي ما دا اشوفه هو النيزل بارت، فاقول عنه ليفت نيزل هيمي انوبيا. لو كان الليجن هنا اقول عنه رايت نيزل هيمي انوبيا. فاي ليجن ابوف ذا اوبتيك كياز بالديسكربشن مالته استخدم الابسيلاترال سايد اوف ذا ليجن، بالليفت سايد اقول ليفت، بالرايت سايد اقول بالرايت. طبعا بحالات اذا كان عندي بايلاترال ليجن فهذه واحد. بالمقابل اي ليجن ديستال للاوبتيك كياز، وطبعا هو بالواقع هذا الديستال يعني اتس اوكي، يعني خلينا نقول عندي اي ليجن بلو ذا اوبتيك كياز حتى ما حتى نفرق بيناتهم، لان احنا الاوبتيك كياز يعتبر هو احنا نصعد بالباثواي اوكي، بس قصدي انتم فاهمين الفكره. اي ليجن بلو ذا اوبتيك كياز هذا راح اسوي له ديسكربشن ابسيلاترال اوكي، وهاي رقم واحد واثنين مثال عندي. بالمقابل اي ليجن بدي اصعد بي ابوف ذا اوبتيك كياز حتى يكون مور اكيورت مو بروكسيمال ديستال، هنا ايش راح اقول عنه؟ راح يكون عندي الديسكربشن مالته كونترا لاترال. فاذا تشوفون هنا قبل ما احكي تفاصيلها 4 مكتوب رايت،
خمسة مكتوب رايت، ستة مكتوب رايت، سبعة مكتوب رايت، اوكي؟ مع العلم الليجن كلها بالليفت سايد، فبالتالي هاي البوينتس اللي اريد تخلوها ببالكم وما تنسوها. واضحة؟ متفقين؟ عندنا مشكلة لو اوكي لحد هسه. زين. رقم واحد واثنين وثلاثة، عندنا مشكلة بيها لو اوكي واضحة عندكم اطباء. كل زين. خلينا نيجي على رقم أربعة اللي هو ممكن يصير عندي ليجن بالأوبتيك تراكت. هنا لاحظوا أوبتيك نيرف، هنا أوبتيك كياز، هنا أنا أوبتيك تراكت رقم أربعة. راح تحكيها طبعا موجودة، كلها موجودة، اطمن يعني كلها موجودة بالتفصيل. من يصير عندي ليجن بالأوبتيك تراكت ايش دا يصير عندي ببساطة ليجن؟ أنا أجي أتبعه حتى بالامتحان، إذا دخلت أرسم الرسم مالتي دبل. لاحظوا من أنا بالامتحان قال لي عندي ليجن بالأوبتيك تراكت، وانا طبعا هنا أنا اجي ابعد عن شنو القصه مال اوبتيك تراكت، شنو ما ادري شنو، ما ادوخ نفسي مباشره، اقول اجي ارسم هاي عندي هاي البكتشر اوكي، وعندي بالمقابل هذه الاي، هذه الاي، اجي ارسمها بالضبط حتى ما ادوخ، اجي اشوف هاي الصوره عندي اوكي، هاي الصوره منها راح تجي بهذا الاتجاه مثل ما قلنا كوانترالاتر، وتكمل نفس الشيء الصوره عندي هنا بهذا الاتجاه راح تيجي تمشي لهنا اللي هي التمبرا، راح تمشي بالنيزل وتكمل. وراها قلنا دائما اتفقنا النيزل هو اللي راح يصير بي ديكوستيشن، الموجود قريب طبعا راح يكون هو اللي يعبر، فهذا راح يعبر بهذا الاتجاه وهذا راح يعبر بهذا الاتجاه. بالمقابل من اجي ارسم الصوره طبعا دا احكي دا يمشي بالنيزل، يعني دا احسب هذا هو النيزل بيكتشر، من اجي هنا هذه النيزل بيكتشر راح تعبر لي تمشي لي كتمبرا، هذه النيزل بيكتشر راح تعبر لي تمشي لي كتمبرا، وتمشي للتمبرال ما يعبر، فيكمل هنا بهذا الاتجاه، راح يكمل هنا بهذا الاتجاه ما يعبر. فاجا وقال لي انت عندك ليجن، طبعا هنا اريد انتم تجاوبوني حتى نفهم، عندي ليجن هنا ايش راح يجين البيشنت؟ هذا واحد ايش راح يجين البيشنت؟ يلا ليجن بالمنطقه هذه واحد ايش راح يجين البيشنت؟ بالضبط انا قلنا هو قبل لو بعد الاوبتيك كياز موجود بلو ذا اوبتيك كياز، صح لو لا؟ فاذا هذا ليفت قبل اسوي له ديسكربشن. طيب هذا اثنيناته افكتد فاقول عنه ليفت انوبيا، احنا متفقين على هذا الشيء. زين صار عندي ليجن هنا، من يقول لي ايش راح يجين البيشنت هذا اثنين؟ يعني هيك هذا اقول ليفت انوبيا هيك الفيجن هاي ما راح اشوف بيها كل شيء، هذه اشوف بيها طبيعي اوكي؟ بالضبط انا اجي اصعد هذا اول شيء اسال نفسي هذا قبل لو يعني above low below the optic chaos، هذا below the optic chaos، اذا هذا الديسكربشن مالته ابسيلاترال اكتب ليفت. زين شنو القصه؟ انا عندي النيز التمبرال بارت صار بالليجن بالتمبرال بارت، واحنا نعرف كليتنا هي الفيجن معكوسه، فالتمبرال معناها راح افقد النيزل، فاقول نيزل. طيب هل هو كومبليت لوس او لا او بارت؟ هو هيمي انوبيا، فاقول ليفت نيزل هيمي انوبيا، ومن اجي ارسمها طبعا راح ارسم هاي الطريقه وهاي الرايت اي كل شيء ما عندي، الليفت اي راح اشوف عندي فقط النيزل بارت يكون افكتد. اتصور كلش واضحه عندكم بالرسم. زين افترض هنا الليجن صار عندي رقم ثلاثه، ايش راح يجيني البيشنت؟ ببساطه من ايضا انا افكر واتبع الرسم مالتي، اثنين النيزل بارت اثنيناتها صار بيها ليجن، والنيزل بارت هو اللي يعكس التمبرال، طبعا النيزل باثوي اللي هو ده يعكس التمبرال، صح لو لا؟ فاقول انا عندي مباشره باي تمبرال هيترونيموس، ليش؟ لان هيترونيموس لان راح افقد رايت وليفت هيمي انوبيا اللي هي الصوره راح تكون كالتالي، هذه الصوره راح افقد التمبرال بهاي السايد اللي هو باعتبار كانه رايت، وهنا بهذا السايد راح افقد التمبرال اللي هو الليفت، فاقول عنه هيترونيموس، اوكي؟ هاي الصوره اعتقد كلش واضحه، هذه بحاله الاوبتيك كياس. طيب اجي اصعد وافترض هنا الليجن صار عندي، اريد واحد شاطر يجاوبني ايش راح يجيني البيشنت، يتبع الصوره ويجاوبني وراها. اول شيء هي ابوف لو بلو ذا اوبتيك كياز حتى اعرف ايش اكتب، هي ابوف ذا اوبتيك كياز. طيب انا عندي بالليفت سايد الليجن لو بالرايت سايد الليجن؟ لا تستعجلون جاوبون واحده واحده، انا ابوف لو بلو اوبتيك كياز، هذه ابوف ذا اوبتيك كياز. طيب الليجن بالليفت سايد او بالرايت سايد؟ الليجن بالليفت سايد، معناها الديسكربشن راح اقول ابسيلاترال او كونترالاترال؟ الديسكربشن كونترالاترال، فاني الليجن بالليفت راح اقول عنه رايت، هذا الشيء متفقين عليه. طيب انا راح اجي ببالي اسال سؤال، اني الابسيلاترال اي اللي هي الليفت اللي صار بها الليجن،
عادة منو اللي ما راح يصير بيه ديكوستيشن؟ راح يصير له افكتد اللي هو التمبرال، صح لو لا؟ فاني بهاي الاي مباشره الليفت راح افقد معناها يا الصوره بالضبط، راح افقد النيزل، مو صحيح؟ تتبعون هذا الازرق التبعه التبعه بنقول النيزل، فاني بهاي الاي فقدت النيزل، اوكي؟ اتفقت على هذا الشيء. زين الكونترالاترال اي شن راح اخسر بيها؟ اجي اشوف اللي يصير له ديكوستيشن هو ببساطه اللي يصير له ديكوستيشن اللي يمشي بالنيزر اللي هو ينقل لي التمبرال، صح ولا لا؟ فهنا أنا راح افقد شنو؟ راح افقد التمبرال بهاي الاي. فانا اذا اشوف هنا اثنيناتهم فقدت الرايت سايد فيجن، لهذا قلنا عنه رايت. انا متى اسوي ديسكربشن يعني قلت لكم الرايت دائما كونتراتر كتبسيط، بس بالواقع احنا متى نسوي ديسكربشن للسايت اوف ذا ليجن؟ بدنا نسوي ديسكربشن للفيلد ديفكت. فاين اذا افقد هنا بهالحالتين الرايت سايد مدى اشوفه وهي هل هو هومونيمس لو هترونيمس؟ الجواب هو هومونيمس. اثنين اذا افقده بالاتجاه الرايت فاقول رايت هومونيمس هيمي انوبيا، انا عندي نص فيجن، اوكي؟ فاقول ان هيمي انوبيا وهومونيمس لان انا بالحاله ذا افقد الرايت سايد بالحاله. بالمقابل بالاوبتيك كياس بالليجن نمبر 3 كان عندي هيترونيمس، ليش؟ لانه اكو وحده فقدت بي رايت سايد واكو وحده فقدت بي ليفت سايد. واضحه هاي البوينتس؟ عندنا سؤال استفسار عنها لو اوكي بالنسبه لكم؟ تمام. نكمل ونشوف طبعا الليجنز البقيه اللي هي طبعا راح تكون اسهل، هاي الليجن بس مجرد انت تخليها ببالك تفاصيل بها وايد تفاصيل، بس انت دائما احفظها بهاي الطريقه. انا عندي الليجن نمبر 5 هذا موجود بسبيشال لوب اسميه مايرز لوب، اوكي؟ هذا المايرز لوب موجود عاده بس نمبر 5 راح يجيك البيشنت خليها ببالك نمبر 5 هذا التمبرال فتشوف اشوفه بالتمبرال اسكيميا بالتمبرال تيومرز. نمبر 6 هذا الموجود ميديالي اشوفه عاده وين؟ اشوفه بالبارايتال. واتصور من حكينا على البارايتال والتمبرال حكينا عن فيجوال فيلد ديفكت، من يتذكرها؟ حكينا عن المايرز لوب، من يتذكرها؟ تمام كل زين، اوكي؟ احنا حكينا عنها قبل، فهسه من ترجعون تحكون تقرون السيربرال كورتكس راح تكون هاي الامور كلها قدامكم واضحه. اخلي ببالي طبعا خمسه راح ينقل لي بكتشر معينه، اوكي؟ اللي هو راح ينقل لك من اللور رتن. طبعا انا ما يعني صراحه انا افضل تحفظوها بالطريقه اللي راح احكيها بعد شوي بس حتى تكون واضحه على اساس ما يرسم. هذا المايرز لوب راح ينقل بيكتشر من اللور ريتنا اللي هي تجي بالواقع منين؟ احنا معكوسه اللور تاخذ الصوره من الابر. فراح اشوف ذول البيشنت عندهم اول شيء اقول الليجن هذا بلو لو ابوف ذا اوبتيك كياس، اقول عنه هذا ابوف ذا اوبتيك كياس. فمباشره انا مغمض الشرح اقول عنه، اقول هذا عندي كونترالاترال. ما دام الليجن بالليفت سايد فاقول عنه رايت. هاي واحد، اوكي؟ اقول عنه رايت. طيب اضافه الى هذا طبعا راح اشوف باستثناء الاوبتيك كياس اغلبها راح اقول عنها هومونيمس، فراح اقول عنها هومونيمس. وايضا ايش راح افقد وياه؟ طبعا راح افقد وياه باعتبار المايرز لوب بينقل لك من اللور ريتنا، فراح تفقد انت الصوره الاباف، فيصير عندك رايت هومونيمس سوبيرر كوادرانت نوبيا. يعني ايش نقصد بها؟ يعني انت هومونيمس اثنين الرايت سايد راح تفقدها، هاي متفقين عليها. الكوادرانت نوبيا يعني اقصد بها ربع فيجن تفقدها. السوبيريور ليش؟ لان ببساطه المايرز لوب الى علاقه باللور ريتنا، اوكي؟ فمن يصير عندي ديفكت باللور ريتنا ما راح اشوف السوبيريور بارت، اوكي؟ هاي النقطه خليها ببالي كلش مهمه. فدائما المايرز لوب اللي هو تمبرال بارت راح يجيني باعتبار هو ابوف ذا اوبتيك كياس يجيني رايت. هو ايضا مو اوبتيك كياس فيجيني هومونيماس، اوكي؟ طيب ايش راح يجيني طبعا؟ يجيني سوبير كوادران سنوبيا، اوكي؟ هاي النقطة كلش مهمة خليها ببالي. أما البارايتال اللي هو الليجن نمبر 6 فأخلي ببالي أيضا هو رايت هومونيمس، ليش؟ لأن ببساطة هو أبوف ذا أوبتيك كياس، فيكون دائما كونترالاتر، فالليجن بالليفت هو رايت، اوكي؟ وطبعا هو مسؤول عن النقل من السوبير ريتنا، فراح أفقد الإنفيرر بارت، فشوف عندي إنفيرر كوادران سنوبيا، فهاي النقطة كلش مهمة أخليها ببالي. التمبرال راح افقد الربع وين؟ الربع الكونترالاترال والاباف. بالمقابل البارايتال راح افقد الربع الكونترالاترال والبلو. هاي النقطه كلش مهمه تخلوها ببالكم، ما نريد ندخل بتفاصيل الرسم مالكم شنو الديكوستيشن هاي القصه شنو يا ليجن راح يمشي وهاي خلوها ببالكم. بس هاي النقطه انه ببساطه التمبرال راح افقد الاباف ودائما بس احفظ تمبرال
temporal above اوكي parietal بيبدي بالبي احفظوه below اوكي حتى ما انسى فدائما اشرح افقد اني اول شيء right lower left انا دائما فقط above the optic chiasm هذا contralateral فاني بالليفت اذا راح افقد الرايت هومونيمس لو هيترونيمس انا اتفقت الاوبتيك كيازم هي هو قصة الهيترونيمس البقيه امشيها هومونيمس يعني اشبه بالبرنسبل طبعا اكو بيها استثناءات بس هنقول امشيها هومونيمس حتى ما ادق انا عرفت رايت هومونيمس طيب هل هو شنو السوبيرال انفيرير كوادرانت نوبيا هنا راح تيجي السؤال تفكر عن تمبرال لو بارايتال بارايتال هذا بلو فاقول عنه انفيرير تمبرال هذا ابوف فاقول عنه سوبيرير واضحة هاي البوينت عندنا مشكلة بيها لو اوكي 65 كل الزين بالمقابل من اجي اكمل اجي اكمل هنا واوصل الى مستوى شو اسمه الاوكسيبيتال كورتكس هنا أنا طبعا راح يجيني ليجن مجموع مال 5 و6 اوكي راح اشوف عندي سوبيريور وانفيرير كوادرانت نوبيا اوكي فاقول عنها رايت هومونيمس صح لو لا هيمي انوبيا ليش لان كلها راح افقدها لكن لازم اميزها على رقم 4 عن الاوبتيك تراكت ليجن شنو هو وذ ماكيولار سبيرنج السنترال بارت مال ماكيولا اللي تتذكرون قلنا اذا بيها دفت راح يشوف عندي سكوتوما اذا تتذكرون راح تكون سبيرد ليش؟ لان ببساطه الماكيولا يجيها دول بلاد سبلاي من البوستيرير سيربرال ارتري ومن الميدل سيربرال ارتري الليجن نمبر 7 عاده احنا نشوفه بالبوستيرير سيربرال ارتري انفاكشن اور اسكيميا فبالتالي الماكيولا تكون سبيرد لان يجيها ايضا بلاد سبلاي من الميدل سيربرال ارتري فخلي ببالي بهالحاله مثل ما اتفقنا انا من اوصل هنا المرحله راح يكون اجين هو ما دام اباف اوبتيك كياز اقول رايت طيب هو هومو لو هيترو اقول ما دام هو ايضا مو اوبتيك كياز هذا هومو طيب شنو راح يجي الليجن؟ هو جمع مال تمبرال والبارايتال اثنيناتهم لان اثنيناتهم راح يجون يكملون وياه لاحظوا هنا الليجن اثنيناتهم يكملون فاقول عنه هيمي انوبيا اوكي بالمقابل وذ ماكيولار سبيرنج لان عندها دول بلاد سبلاي راح ارجع اعيدها طبعا مره ثانيه وثالثه راح تقريبا راح اعيدها 3 مرات بس هاي الشرح بعد بس مبدئيا هسه واضحه عندكم من يجيكم سؤال بالامتحان ويقول لك عندك كذا ليجن تقدر انت تتوقع هذا وين الليجن بالضبط؟ كلش زين كلش تمام ما دام واضحه كلش تمام خلينا نرجع نشوف على الموجود بالفيرست ايد حتى نفهم القصه اول شيء طبعا يقول لك الليجن واحد راح يجيك البيشنت رايت انوبيا اوكي يصير عنده مونو نيوكليير فيجن لوس مثل ما تشوفون هاي القصه مونو نيوكليير فيجن لوس مثل ما نشوف هاي القصه فهذا رقم واحد هاي احنا نعرف هاي القصه وفهمناها من عندي ليجن باثنين اللي هو الاوبتيك كيازم في هالحاله راح يجي البيشنت باي تمبرال هيمي انوبيا مثل حالات البيتوتري ليجن اوكي هذا ايضا احنا افتهمناه من اجي طبعا هو يحكي بالرايت سايد فاني صعدت ابوف ذا اوبتيك كيازم هنا أنا. فاجي اسوي ديسكربشن هل هو الليجن بالرايت فماني ما دام ابوف اوبتيك كيازم الديسكربشن مالتي كونترلاترال فاقول عنه ليفت طيب هل هو هومونيمس لو هيترونيمس انا مو اوبتيك كيازم فاقول عنه طبعا هومونيمس اوكي طيب وراها شنو هو؟ اذا اشوف انا عندي الليجن هنا اللي هو بالاوبتيك تراكت فاقول عنه هيمي انوبيا اوكي بس هل هو اكو ماكيولار سبيرنج؟ الجواب لا ما له علاقه بالماكيولا فهنا اخلي ببالي ما عندي وذاوت ماكيولار سبيرنج حتى ميزه عن ليجن بالاخير راح نحكي عنه فبالتالي انا افتهمت هذا القصه من يجي اصعد على رقم 4 اللي هو المايرز لوب نفس الشيء عندي هذا بالليفت سايد لو بالرايت سايد هذا الليجن بالرايت فاسوي ديسكربشن اقول عنه ليفت هاي اعرف هذه القصه طيب وياه شنو هل هو هومونيمس لو هيترونيمس اتفقنا هو هومونيمس فاقول عنه هومونيمس طيب هو وين بالمايرز اللي هو جزء من التمبرال تمبرال يبدي بتي انا قلت برايتال بلو اذا التمبرال اباف فاقول عنه ابر كوادرانت نوبيا اوكي مثل حالات التمبرال ليجن مثل الميدل سيربرال ارتل اوكي اذا ياثر على التمبرال ليجن بالمقابل من اجي اصعد واشوف رقم خمسه يعني هذا مبين الليجن بالبارايتال على البارايتال له علاقه فاول شيء هو رايت لو ليفت عن الليجن بالرايت اذا هو كونترالاترال فاقول عنه ليفت هو هومو لو هيترونيمس اقول عنه هو هومو لان هو مو اوبتيك كياس فاقول عنه ليفت هومونيمس طيب هو بارايتال يعني بلو فاقول عنه انفيرير كوادرانت نوبيا اوكي مثل ما هاي الصوره عندي هاي رقم خمسه ايش دا اشوف اوكي واضحه كلش عندي بالمقابل اجي مثلا على رقم 6 اوكي رقم 6 ايش راح اشوف عندي برقم 6 هنا اثنيناتهم دا يصير بيهم ليجن
فهو ليجن رايت اور ليفت، الجواب هو ليجن بالرايت. اذا راح اشوف كونترالاترال ليفت هومو لو هيترونيمس، انا قلت مو اوبتيك كياس فهذا هومونيمس. جيد زين، بعد شنو اثنيناتهم باعتبار البارايتال والتمبرال اثنيناتهم اجتمعوا سويه، هذا عاده نشوفه بالاوكسيبيتال ليجن. اوكي فاقول عنه هيمي انوبيا، لكن اخلي ببالي ترى الماكولا عندها دوال بلاد سبلاي، فاقول عنها وذ ماكولار سبيرنج مثل ما حكينا. واخيرا طبعا يقول لك انه سنترال سكوتوما بشوفها بحالات الماكولار ديجنريشن. شنو هذا الشيء حكيناه بالمحاضره السابقه. اوكي ايضا يقول لك ترى المايرز لوب بيجيك من اللور ريتينا، بالتالي الصوره معكوسه اذا الابر ليجن يكون اباف. اوكي مثل ما شفنا بهاي الصوره. اوكي وايضا اضافه لهذا يقول لك ترى الاوبتيك راديشن اللي هو هذا الدورزال اوبتيك راديشن اللي له علاقه طبعا هنا، هذا من بنحكي هذا رقم خمسه اللي البرايتال ليجن ايضا نسميه دورزال اوبتيك راديشن. اوكي لان يكون هنا اوبتيك راديشن يمشي ويا الاوبتيك تراكت. اني هاو الدورزال اوبتيك راديشن هذا اللي هو رقم خمسه البرايتال يقول لك ينقل لك من السوبير ريتنا لهذا الليجن مالته يكون انفيرير كوادرانت نوبيا. اوكي وهذا الشيء حكينا عنه وتكلمنا عنه. عندنا مشكله اوكي لاحظوا هنا النود يقول لك ترى الصوره ابسايد داون ليفت رايت ريفيرس. اوكي مثل ما حكيناها قبل شويه بالضبط. اوكي فبالتالي اذا انا اعرف عندي هنا ليجن هذا اوبتيك نيرف، لازم هم تعرف الليجن مو بس تعرف تسوي ديسكريبشن. هنا رقم واحد اوبتيك نيرف، رقم اثنين هذا اوبتيك كياس، رقم ثلاثه اوبتيك تراكت، رقم اربعه مايرز لوب تمبرال لوب، سوري مايرز لوب تمبرال لوب، رقم خمسه عندي هذا البارايتال اللي هو الدورزال اوبتيك راديشن، رقم سته دا احكي عن اوكسيبيتال. اوكي فهاي النقاط كلش مهمه اخليها ببالي واعرفها. اعتقد الموضوع صار بالنسبه لكم واضح مو لو اكو مشكله دي كل الزين. نجي هنا طبعا ايضا شيء يلخص لي الفايندينج بالضبط. لاحظوا هنا عندي هنا سنترال ليجن موني نيوكليار سكوتوما. اوكي عاده اشوفه بحالات الماكيولار ديجنريشن، اشوفه ايضا بالاوبتيك نيورايتس ممكن. اوكي الليجن يكون عباره عن ديبارشال ليجن بالريتنا او بالاوبتيك ديسك او بالاوبتيك نير ايا كان، فهي ممكن اشوف عندي هاي السكوتوما. اهم حاله تعرفوها بالماكيولار ديجنريشن وتكلمنا عنها. من نجي انزل هنا أنا عندي الانوبيا رايت انوبيا ليجن مالتي دائما ابوف ذا اوبتيك يعني سوري بلو ذا اوبتيك كياس يعني قبل الاوبتيك كياس من صح التعبير. اوكي فيجيني رايت اوبتيك نيرف ليجن مثل شنو بحالات دمج عندي للاوبتيك نيرف مثل عندي ريتينال ارتري اكلوجن سنترال ريتينال ارتري فين اكلوجن كل هذه ممكن تسوي لي رايت انوبيا مون نيوكليار فيجن لوس. اوكي من نجي على الاوبتيك كياس راح يصير عندي باي تمبرال هيمي انوبيا هيترونيمس هيمي انوبيا. اوكي يصير بحالات البيتوتري تيومر كرينيو فرنجيوما انيوريزم بالانتيرير كوميونيكيتنج ارتري كل هذه ممكن تسوي لي هذا الليجن. من اجي على مرحله رايت نيزل هيمي انوبيا اللي شفناها قبل شويه اللي هو هذا بالتحديد خف واحد واحد هذا الرايت نيزل هيمي انوبيا او دا اقصد الليجن هنا الليجن هنا بالضبط هذا نفس يعني هذا المقابل الليفت نيزل هيمي انوبيا الليجن هنا دا اقصده. اوكي الرايت نيزل هيمي انوبيا هنا دا يسوي لك ديسكريبشن ايش راح يجيك البيشنت نتيجه شنو؟ انا بعدني دا احكي عن شيء خلينا نقول قبل الاوبتيك كياس او بلو ذا اوبتيك كياس راح يجيني ايضا هو شنو؟ راح يجيني البيشنت عنده بالابسيلاترال راح يجيني عنده رايت نيزل هيمي انوبيا رايت بري كيازمال ليجن فالليجن ابسيلاترال للفيجوال فيلد افكت مثل حالات الكاستيفيكيشن او الانيوريزم بالانترنال كاروتيد ارتري مرات يقول لك يصير افكتد رغم انه هذا ساعتها متج عليها اسئله بس قصدي انه تعرفوه انا يعني مثل ما اتفقنا الاوبتيك نيرف البريكيازمال ليجن وكذلك الريتينال ليجن كلها تكون اباف او خلينا نقول بلو ان صح التعبير او قبل الاوبتيك كيازم مثل ما اتفقنا فالليجن يكون دائما ابسيلاترال مثل ما سوينا ديسكربشن او الفيجوال فيلد ديفكت. نجي انزل عندي الاوبتيك تراكت مثل ما شفنا او الاوبتيك راديشن قلنا هذا الرقم أربعة اللي كنا نشوفه قبل شويه اللي هو نفسه. اوكي مش راح اشوف راح اقول عندي الليجن هو اني ساعدت على الاوبتيك كياس فيكون الليجن اذا بالرايت معناها ليفت كونترا لاترال فيجوال فيلد افكت اني مو اوبتيك كياس فاقول عنه هومونيموس واقول عنه هيمي انوبيا مثل ما شفنا بهاي الصوره مثل حالات عندي انتيرير كورويدال ارتري اوكلوجن بالاوبتيك تراكت دامج او احيانا ايضا اوكلوجن للميدل سيربرال ارتري ممكن ايضا ياثر عليه. اوكي هاي حاله الاوبتيك تراكت او الاوبتيك راديشن. من اجي طبعا اجي على مستوى المايرز لوب اللوب الموجود عاده بالتمبرال لوب هنا انا بهالحاله ايش راح اشوف البيشنت اقول عندي اني
ساعدت على اوبتيك كياس. فهذا الليجن رايت الفيجوال فيلد ديفكت ديفكت مالتي بالليرت هو هيترولو هومو هومو. انا احكي عن تيمبرال فما عندي ما التيمبرال قلت البرايتال بلو التيمبرال اباف فعندي سوبيرر كوادرنت نوبيل اوكي. هذا الشيء حكينا مثل حالات الستروك اور ليجن بالتيمبرال لوب. عندي بالمقابل من اجي على الرايت اوبتيك برايتال لوب اللي هي بالتحديد الدورزال اوبتيك راديشن اوكي. قلنا اني ما دام اني ساعدت على اوبتيك كيرز فالرايت معناها الفيجوال فيلد ديفكت ليفت هومو لو هيترو هومو لان اني ما عندي اوبتيك كيرز. طيب ما دام برايتال بلو فهي انفيرر كوادرنت نوبيا مثل حالات الستروك بالبرايتال لوب. واخيرا قلت اذا عندي الفيجوال كورتكس الاوكسيبيتال لوب بي ديفكت راح يجيني البيشنت ايضا كونترالاترال الرايت الليجن الفيجوال فيلد ديفكت يكون ليفت هومونيموس. هذا الشيء اتفقنا عليه. هيمي انوبيا لكن ماكيولار سبيرنج لان ببساطه الماكيولا عندها دول بلاد سبلاي من الميدل ومن البوستير سيربرال ارتري. طبعا هاي الحاله اشوفها بحالات البوستير سيربرال ارتري اوكلوجن. عندنا سؤال عن هذا الشيء لو اوكي بالنسبه لكم اطباء؟ كلش تمام. خلينا نكمل ونحكي طبعا عن الكافيرنس سانس. انا ما راح احكي عن الكافيرنس سانس لان حكينا عنه قبل هوايه وشرحنا الكافيرنس سانس ترومبوسز وهاي القصه كلها شنو الدرينج مالته. ارجع مره ثانيه اكد على نقاط شنو الستركتشرز اللي تمر بالكافيرنس سانس. واحنا حكينا قبل من حكينا عن الفينوس سانس اوف ذا برين اوكي. قلنا انه الثيرد الفورث في 1 وفي 2 الاوبثالميك والماكسيلر ديفيجن اوف تاجينال نيرف والسكس كرينال نيرف هي تمر منه. اضافه لهذا طبعا السمباثيتك بيوبلاري فايبرز ممكن تمر بنا واضافه لهذا كلش مهمه الانترنال كاروتيد ارتري مور. اذا صار عندي ريجن يا نيرف يكون موست لايكلي افكتد ويا اريا تكون هي موست لايكلي افكتد. قلنا دائما الابدوسنت نيرف السكس كرينال نيرف والانترنال كاروتيد ارتري لان هي موجوده ميديالي. اما بقيه الستركتشرز فهي موجوده عاده لاترالي صح ولا لا؟ هذا الشيء حكينا عنه كلش هوايه اوكي. عندنا سؤال لو اوكي هاي معلومات واضحه ما عندنا شيء بيها كلش تمام. يبقى عندنا شيء اسميه كافيرنس ساينس سندروم اللي هو طبعا يجيك بيشنت عنده اوبثالموبليجيا عنده بينفول اي موفمنت وعنده اضافه لهذا ديكريز بالكورنيال سنسيشن وفوقها ممكن يصير عنده دمج للسمباثيتك فايبرز فيجيك بهورنر سندروم. اضافه لهذا ممكن عنده ديكريز ماكسيلري سنسيشن ليش؟ لان انفولفمنت للماكسيلري ديفيجن اوف تاجينال نيرف. هذه عادة نشوفها بحالات معينة مثل كافيرنس ساينس ترومبوسس مثل كاروتيد كافيرنس فيستولا. ممكن إذا عندي تيومر يسوي كومبريشن للكافيرنس ساينس. كل هاي المانيفستيشن اللي هي إذا أشوفها مال ثيرد فورد في 1 في 2 سيفت كرينيال نيرفز هاي كل هذه أسميها مجموعة كافيرنس ساينس سندروم وياها طبعا السمباثيتك تشين أو سوري السمباثيتك فايبرز. وهذا الشيء أتصور إحنا حكينا عنه واتفقنا عليه من حكينا على الكافيرنس ساينس ترومبوسس قبل بالمحاضرات مال venous sinuses of the brain. فبالتالي عندنا سؤال عن هذا البارت اوكي يا طبعا. طيب نجي على اخر موضوع عندنا بالاوبثالمولوجي اللي هو موضوع الانتر نيوكليير اوبثالموبليجي. احنا اذا تتذكرون حكينا بالمالتيبل سكلروسيس وحكينا حتى بالبرين ستيم اكو شيء اسميه ميديال لونجيتودينال فاسيكولاس وشرحناه ببساطه قلنا هو عباره عن كونكشن بين الثيرد والسكس كرينيال نيرف بين النيرف المسؤول عن الابدكشن والنيرف المسؤول عن الادكشن اوكي. النيرف المسؤول عن الادكشن والنيرف المسؤول عن الابدكشن بحيث يساعدني انه انا عندي عاده سموث موفمنت من اي تمشي بهذا الاتجاه لاي ثانيه تتبعها من عندي وين اي تمشي بهذا الاتجاه لاي ثانيه تتبعها. فاني لازم اكو كونكشن بين النيرف المسؤول عن الموفمنت اوف ميديال ريكتس اللي هو الثيرد والنيرف المسؤول عن اللاترال ريكتس اللي هو السكس صح لو لا؟ فبالتالي هو هذا ببساطه وظيفه الميديال لونجيتودينال فاسيكولاس اللي هو عباره عن بير اوف تراكتس ذات كونكتس السكس كرانيال نيرف اللي هو الابدوسنت والثيرد كرانيال نيرف اللي هو الاوكيولو موتور فيساعد لك كوردينيتد اي موفمنت ان سيم هوريزونتال دايركشن من تباوع على الرايت او تباوع على الليفت. طبعا هو هاي مايلينيتد هذا الميديال لونجيتودينال فاسيكولاس اوكي. فبالتالي ممكن يصير بليجن بالديمايلينيتنج ديس اوردر مثل المالتيبل سكلروسيس ممكن يكون يونيلاترال اور بايلاترال. يبقى من يجي عندي ليجن بالميديال لونجيتودينال فاسيكولاس راح يجي البيشن عنده انتر نيوكليير اوبثالموبليجي
اللي هو عنده ببساطه كونجيجيت هوريزونتال جيز بالسي، عنده عين تمشي بهذا الاتجاه العين الثانيه ما تتبعها. اوكي هذا راح نشوفها طبعا بالصور نفهمها اكثر. عندي مشكله بالكوميونيكيشن اوكي بتوين السكس كرانيال نيرف نيوكليوس اللي هي المسؤوله عن اللاترال ريكتس موفمنت وذ كونترا لاترال، وهنا النقطه كلش مهمه تخلوها ببالكم اساسيه. هنا عندي الابسي لاترال هو السكس كرانيال نيرف وراح نشوفها بالصوره، الكونترا لاترال هو الثيرد كرانيال نيرف. عندي مشكله بالكونكشن بتوين من عندي ديمايليتيك ديزيز بالليفت سايد، معناها عندي الليفت شو اسمه الليفت ابدوسنت نيرف هو عنده مشكله بالكوميونيكيشن ويا الرايت اوكيولوموتور، فدائما الكونترالاترال اوكيولوموتور الابسيلاترال ابدوسنت نيرف راح نشوفها بالصوره تميزنا اكثر. اوكي فانا عندي مشكله بالكوميونيكيشن بتوين سكس كرانيال نيرف اللي ينطي للابسيلاترال لاترال ريكتس وذ كونترالاترال ثيرد كرانيال نيرف اللي ينطي للميديال ريكتس مصر. فبالتالي أنا الآي اللي دا أسوي لها أبدكشن اللي هي مسؤول عنها اللاتر ريكتس بالحالة الليفت سايد، إيش راح يصير بيها؟ راح يصير بيها نستاغماس أبنورمال موفمنت. أوكي بالمقابل هاي النقطة لازم أخليها الأبدكتد آي هي اللي أشوف بيها النستاغماس، هاي النقطة كلش مهمة أخليها ببالي لازم أعرفها إنه الأفكتد آي هي تكون بيها نستاغماس. راح أرجع مرة ثانية أشوف الصورة حتى أفهم القصة بالضبط. لاحظوا هنا انا عندي هنا دا اشوف طبعا هنا دا تشوفون اكو بارا ميديان بوينت ساير ريتيكولار فورميشن، وعندي بالمقابل فرونتال اي فيلد، هذا راح نحكي عنها بعد شويه، لكن انا يهمني تعرفون هذا الشيء انه انا عندي دا اشوف هذا السكس كرانيال نيرف وهذا السكس كرانيال نيرف نيوكليس الابدوسنت نيوكليس. الابدوسنت نيرف راح ينطيني من هو لللاترال ريكتس متفقين، وبنفس الوقت هو راح ينطيني الميديال لونجيتودينال فاسكولاس للاوكيولوموتور نيوكليوس حتى ينطيني للميديا ريكتس. فانا من اجي اقرر اباوع على الليفت سايد اللاتر ريكتس راح تمشي بهذا الاتجاه، المفروض شيء طبيعي الابدوسنت نيرف راح يرسل عن طريق الميديا لونجدونال فاسيكولاس الى الاوكيولوموتور ويقول له يا عين الميديا ريكتس هم حرك لي اياها للليفت سايد وتمشي عندنا هاي الاي موفمنت. طبعا هذا هاي مايلينيتد فالحركه تكون كلش سريعه، يعني تحس اي واحد عندكم يباوع يمنى ويسرى ما ياخذ من عنده اجزاء من الثواني حتى تتحرك عينه، اوكي؟ فهو هاي مايل نيتد حتى يساعد لك بالرابد موفمنت. افترض انت عندك ديفكت هنا، عندك هنا بالميديا لونجتيودنال فاسكولاس اوف ذا ليفت سايد، فراح اشوف هاي الاي تباوع على بهذا الاتجاه، هنا من هاي ماكو موفمنت فاشوف هنا الاي اللي تكون افكتد بالهاي راح اشوف بها نستاغماس، فاشوف عندي نستاغماس بالليفت اي ورايت اي طبعا ايش راح اشوف بها؟ الرايت اي بهالحاله ايش راح اشوف عندي؟ راح اشوفها مدى تتحرك، فهاي النقطه كلش مهمه اخليها ببالي. هنا أنا طبعا راح هسه نجي نسوي ديسكربشن بالضبط شنو القصه وبالضبط ليش يا سايد وهاي، بس اخلي ببالي دائما من اسوي ديسكربشن انا عاده اقول عنه الابدوسنت نيرف اللي ينطي للابسيلاترال لاترال ريكتس، عندي مشكله ويا الاوكيولوموتر نيرف اللي هو كونترا لاترال الابدوسنت نيرف مثل ما قلنا مو بالسيم سايد، هاي النقطه كلش مهمه تخلوها ببالي. طيب لاحظوا هنا شنو القصه عني؟ من انت تباوع على الليفت سايد، لاحظوا حتى نرسمها هنا، انا عندي هاي الاي اريد تباوع على الليفت اللي هي الليفت سايد، عندي هاي الاي اللي هو رايت اي، عندي هنا الابدوسنت اللي هو خلينا نقول رقم 6، اوكي؟ هذا رقم 6، وعندي هنا بالمقابل رقم 3 اللي هو الاوكيولو موتور. انت من تباوع من الليفت، هنا الكرينال نيرف راح ينطي لللاتر ريكتس، صح لو لا؟ الليفت نيوكليوس اوف كرينال نيرف 6، اوكي؟ راح يصير له فاير فيسوي لك كونتراكشن لللاترال ريكتس، وبنفس الوقت راح يسوي لك استيميليشن للكونترالاترال اللي هو رايت اوكيولوموتور نيرف عن طريق شنو؟ عن طريق الميديال لونجتودنال فاسيكولاس، اوكي؟ فبالتالي هذا راح يسوي له فايرنج حتى يحرك لي شنو؟ الميديال ريكتس وتمشي حركه طبيعيه. انا بهاي النقطه اتصور احنا فاهمينها ومتفقين عليها. من اقول عن حاله معينه، لاحظوا هاي نقطة كلش مهمة بالدسكربشن هاي لازم تخلوها ببالك لأن دائما واحد ينساها. من أقول لاحظوا هاي لا تنسوها. من أقول عندي رايت أوبثالموبليجيا أو عندي رايت إنتر نيوكليير أوبثالموبليجيا، لاحظوا هنا من أقول رايت إنتر نيوكليير أوبثالموبليجيا دائما أقصد الآي اللي ما تقدر تسوي أدكشن، لاحظوا يعني بهالحالة أنا من أباوع على الليفت سايد يا آي ما تقدر تسوي أدكشن
اللي هي رايت، فهو عندنا رايت انتر نيوكليير اوبثالمو بليجر هاي الحاله. فبالتالي هنا النقطه لازم تفرقوها، من يقول عندي رايت انتر نيوكليير اوبثالمو بليجر بيقصد الاي اللي ما تقدر تسوي ادكشن، ودائما الاي اللي يصير بها نستاغمس هي الكونترالاترال. فمن اقول عندي رايت انتر نيوكليير اوبثالمو بليجر دا اقصد الرايت اي عندي مشكله بالميديا ريكتس ما تسوي ادكشن، اما الليفت اي فراح اشوف بها نستاغمس. اوكي، فيقول لك دائما عندي ابسيلاترال ادكشن فيلير من اسوي ديسكربشن للانتر نيوكليير اوبثالمو بليجر، وعندي كونترالاترال نستاغمس. واضحه هاي البوينت لو عندنا مشكله بها بالديسكربشن؟ احنا حكينا كل هذا الكونكشن وهاي القصه، يهمني تعرفون هذا الديسكربشن كلش واضح. من يجي يجيب لك كيس انت تعرف الباثوي، اتصور كلش واضح عندك الابسيلاترال ابدوسنت نير راح ينطي للاترال ريكتس، وهم ينطي للكونترالاترال اوكيلوموتور نير حتى يحرك له الميديا ريكتس. هذا الكونسبت صار واضح، بس من يجي يسوي لي ديسكربشن ويقول لي انتر نيوكليير اوبثالمو بليجيا قال لي رايت، انا اعرف معناها ابسيلاترال ادكشن فيلير، ابسيلاترال ميديا ريكتس فيلير تو ادكس كونترالاترال نستاغماس. هاي النقطه اخليها ببالي كلش مهمه. واضح هاي البوينت لو عندنا مشكله بيها؟ كلش مهم هذا الكونسبت، اصعب كونسبت بالانتر نيوكليير اوبثالمو بليجيا، تعرف يا هي يصير بيها نستاغماس يا هي يصير بيها ادكشن فيلير. فدائما ابسيلاترال ادكشن فيلير كونترالاترال نستاغماس. اوكي، عندنا سؤال لو اوكي كلش تمام، هذا اوكي ما عندنا شيء تمام. نيجي نحكي طبعا هذا افتهمنا الميديا لونجيتودينال فاسيكولاس، ابدا احكي عن شيء سبق ان حكيناه بس تذكره لكم، الفرونتال اي فيلد تتذكرون بس هسه توضيح له، طبعا هو ما راح نضيف معلومه جديده من ناحيه الكونسبتس اللي اريدكم تعرفوها، بس راح نسوي خلينا نقول اناليسيس اور ديسكربشن او نقول ليش يصير هذا الليجن الكوز مالته. قلنا من عنده فرونتال اي فيلد ديفكت راح اشوف الاي لوكس توورد ذا سايد اوف ذا ليجن. اوكي، قلنا اذا انا عندي هنا هذا الفرونتال، عندي فرونتال اي فيلد ديفكت راح اشوف الاي اثنيناتهم يباعون بهذا الاتجاه، صح لو لا؟ هذا الشيء اتفقنا عليه. بالمقابل قلنا اذا عندنا بارا ميديان بونتال ريتيكولار فورميشن ديفكت راح القى الاي تباعوا للاوبوزيت سايد. اوكي، يعني اذا عندي بارا ميديان بونتال ريتيكولار فورميشن ديفكت بالرايت سايد راح اباوع الاي اثنيناتهم تباعوا على الليفت سايد، على الليفت سايد اللي هو على السايد اوف هيمبليجيا، لان قلنا دائما الهيمبليجيا كونترالاترال. اما بالفرونتال اي فيلد راح اشوف الاي تباوع عاده على السايد اوف ذا ريجن اواي فروم هيمبليجيا. هذا المصطلح حكيناه قبل، متفقين عليه واضح حتى اجي اشرحه ليش دا يصير، بس قصدي ككونسبتس هذا احنا متفقين عليه عندنا مشكله بيه لو اوكي. سام احنا من قبل حكينا الفرونتال اي فيلد العين تباوع على الليجن، اوكي؟ واواي فروم هيمبليجيا. بارا ميديان العين تباوع اواي فروم ذا ليجن توورد ذا هيمبليجيا. كل زين. نجي نعلل هذا الشيء بهاي الصوره، لاحظوا اذا تباعون الفرونتال اي فيلد ليش يصير عندي هذا الشيء؟ لاحظوا الفرونتال اي فيلد بيجي هنا يروح على هنا على هاي المنطقه اللي هي طبعا البارا ميديان بونتال ريتيكولار فورميشن، ومن عندها طبعا ايش دا ينطي؟ دا ينطون للابدوسنت حتى الابدوسنت يحرك لي هاي اللاترال ريكتس ويحرك لي كذلك الطريقه عن طريق الميديا لونجيتودينال فاسكولاس الميديا ريكتس. فتخيل اني هذا الباثوي انقطع، معناه هذه انقطعت، معناه هذه انقطعت، اوكي؟ كل هذه انقطعت، فراح اشوف هاي الاي بعد اللاتر ريكتس ما تشتغل، فبس الميديا ريكتس بتباوع هنا. نفس الشيء هاي الميديا ريكتس بعد ما تشتغل بس اللاتر ريكتس راح تباوع هنا، وهذا يفسر لي ليش الفرونتال اي فيلد يكون عندي العين تباوع توورد ذا سايد اوف ذا ليجن، لان ببساطه الفرونتال اي فيلد راح يسوي كروسنج. لاحظوا هنا يصير عنده كروسنج، فبالتالي اشوف العين تباوع توورد ذا سايد اوف ذا ليجن او فروم هيمبليجيا، لان ببساطه هو دا يعبر لك بينطي للبارا ميديان بونتال ريتيكولار فورميشن اللي بوقت يسوي لك ستيميليشن للابدوسنت نيرف، والابدوسنت نيرف يحرك لك اللاترال ريكتس ويحرك لك الميديا ريكتس عن طريق الثيرد كرينال نيرف عن طريق الميديا لونجيتودينال فاسيكولاس. اوكي، من عندي ديفكت هنا معنى هذا الديفكت ما راح يشتغل، هذه ما راح تشتغل، هذه ما راح تشتغل، فيشوف الاي توورد ذا سايد اوف ذا ليجن. واضح هذا الفرونتال اي فيلد؟ عندنا مشكله؟ اوكي، فسرنا هذا الموضوع. تمام، من اجي بالمقابل بالبارا ميديان بونتال ريتيكولار فورميشن راح اشوف البارا ميديان بونتال ريتيكولار فورميشن شنو بالضبط؟ من يصير بي ديفكت راح ينطي للابسيلاترال سايت، يعني شنو؟ راح ينطي للابسيلاترال ابدوسنت نير. اوكي،
وينطي بالمقابل الابدوسنت نيرف نفسه ينطي من هو ينطي للش اسمه للثيرد كرانيال نيرف عن طريق الميديال لونج والجنرال فاسيكولاس. فبحاله انا عندي هنا طبعا هذا عندي رايت اي فرونتال اي فيلد، هنا انا طبعا هذا الليفت باراميديان شرح اباوع الاي. الاي بعد ما تقدر تسوي موفمنت لللاترال ريكتس، وهنا انا ما تسوي موفمنت للميديال ريكتس. فشوف هاي الاي تتباعوا بهذا الاتجاه والاي تتباعوا بهذا الاتجاه، بالمقابل الليجن مال باراميديان عندي كان بهذا الاتجاه بالليفت سايد، اباوع الاي تتباعوا بالرايت سايد. لان ببساطه الباراميديان بوينت ريتيكولار فورميشن الانرفيشن مالته الابدوسنت نيرف يكون ابسي لاترال، اما الفرونتال اي فيلد فيكون عن طريق الباراميديان ويصير له كروسنج فيكون كونترا لاترال. فلهذا اشوف الليجن بالفرونتال اي فيلد يكون عاده الليجن الاي تكون تتباوع على السايد اوف ذا ليجن، اما بالباراميديان فالاي تكون اواي فروم ذا سايد اوف ذا ليجن. واضحه هاي البوينت؟ عندنا مشكله بيها؟ لو اوكي فسرناها كل زين واضحه ما عندكم مشكله بيها؟ كلش تمام. طبعا اضافه لهذا، هذا الرسم يمثل لي حال، بيقول لك هنا عندك شنو رايت انتر نيوكليير اوبثالموبليش. من يقول لي رايت اعرف معناها الاي اللي كان نوت ادكتد اللي هي هذه، اوكي هاي الاي ما تقدر تسوي ادكشن. بالمقابل الكونترالاترال اي راح تشوف بيها النستاغماس. اوكي عندنا سؤال استفسار طبعا عن الاوبثالمولوجي، ادري بيها هوايه مواضيع بيها فهم بيها تفصيل هوايه، بس يا ريت يعني اتمنى انه صار الفيجوال فيلد وهاي قضيه الانتر نيوكليير اوبثالموبليش قدرت اشرح لكم اياها بشكل واضح. اتمنى هذا الشيء صراحه لان هي مواضيع كلش صعبه ومعقده وبيها وايد تفاصيل، فيا ريت ان تكون الفكره واضحه بالنسبه لكم وتمام. اوكي هذه اخر محاضره ان شاء الله بالاوبثالمولوجي، يبقى لنا ان شاء الله محاضرتين بالفارماكولوجي، وتقريبا يوم ناخذ نص محاضره يعني محاضره قصيره جينيتكس تبقى لنا محاضره واحده جينيتكس. اوكي يعني باستثناء اليوم تبقى لنا فقط 3 ساعات، ساعتين فارماكولوجي وساعه جينيتكس حتى نكمل البروجرام نهائيا. اوكي فاكروا زين اطباء راجعوا ان شاء الله موعدنا ب8، راح نحكي شيء كلش قصير عن الجينيتكس، راح نحكي عن الكروموسومال ديسوردرز، عندنا مصطلحات ايضا نحكي عن الاوتوسومال عن الترايسوميز اللي هي ادوارد باتو داون سيندروم ان شاء الله بالمحاضره مال جينيتكس. فالمهم كل زين تراجعون تقرون ما بقى شيء، كل شيء اشبه انه ينتهي. اوكي وايضا ان شاء الله نحدد موعد ميتنج نلتقي بكم ونحدد مواعيد شلون وقت تمتحنون ايش بالكم شنو الخطه بالايام الجايه بالنسبه لكم. اوكي اطباء يلا تمام، شكرا جزيلا اطباء، بالتوفيق لكم يا رب تحطون كل شيء ببالكم، وان شاء الله نلتقي على المحاضره مال الليل. اوكي شكرا جزيلا.